بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة في الله، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحن نعيش هذه الأيام ظروفا غير طبيعية، وربما يتصور البعض أنه يمكن أن يقرأ القرآن قراءة عابرة. قراءة القرآن أمر مطلوب في كل وقت، الصلاة والاستغفار أمر مطلوب في كل وقت، ولكن ربما يتصور البعض أن بهذا فقط يمكن أن تصرف عنا هذه الأوباء والأمراض، أعاذكم الله، كورونا ومشاكل كورونا. لكن المطلوب أيها الأحبة مع تلاوة القرآن الكريم ومع كثرة الاستغفار ومع كثرة الصلاة والضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن نتذوق القرآن الكريم وأن نتدبره. وأفلا يتدبرون القرآن؟ وتعالوا بنا نتذوق لقطة قرآنية جميلة من سورة الأنبياء. هذه اللقطة تبين لنا أنه هناك مقامان: مقام عزة الربوبية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ومقام ذلة العبودية بالنسبة للعبد. كيف ذلك؟ تعالوا نتذوق ما جاء في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ذا النون كما حضراتكم تعرفون هو يونس عليه السلام صاحب الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، راح يدعو قومه فترة طويلة فلم يستجب له قوم فتركهم وانصرف، لم يصبر على الدعوة. وألف باء الداعية أن يكون صبورا إلى أبعد حدود الصبر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، حسب أن الله لن يقدر عليه. وعدم القدرة هنا ليست بالمعنى الذي يفهم بظاهره، لا والله، أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، يعني لن نعاتبه. فماذا صنع يونس عليه السلام لكي نصنع مثله ونقتدي به وهو ما جاء في القرآن الكريم؟ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمات ثلاث أعاذكم الله من الظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات، ماذا قال؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك، متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص. وهذا هو مقام عزة الربوبية. فالله عز وجل هو رب الكون كله. لعلكم تتذوقون معي حتى الرسم القرآني: إني لم يقل أنا، فأنا ربما يكون فيها ظهور وكذا وكذا وأنوية والعياذ بالله، ولكن إني كنت من الظالمين. وهذا هو المقام الذي يعرف بمقام ذلة العبودية. فأنا عبد متواضع لله رب العالمين، والله عز وجل هو صاحب المقام الأعز، مقام عزة الربوبية لله عز وجل وحده. فحينما تريد أن تدخل على ربك أدخل عليه بهذا المدخل: أنت العبد الذليل. لا تقل أنا وأنا وبإمكاني أن أصنع كذا وكذا، لا والله، وإنما قل: يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. أنت القوي القادر، أنت على كل شيء قدير، وأنا العبد الضعيف المسكين. انظروا ماذا كانت النتيجة: فاستجبنا له استجابة فورية. أهل العلم يقولون إن الفاء كما تعرفون في اللغة العربية تفيد الاستجابة الفورية. فاستجبنا له، سبحان الله. هذا ليس له وحده، ليس ليونس عليه السلام وحده ذو النون، وإنما هو لكل من سلك هذا المسلك واتجه هذا الاتجاه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا حينما يقول: دعوة أخي يونس في بطن الحوت ما دعا بها عبد مكروب قط إلا استجاب الله له. فتعالوا أيها الأحبة، إن كنا نود فعلا أن نصرف عنا وباء كورونا وما هو على شكلة كورونا، والبشرية معرضة للاختبار والامتحان في كل وقت، فعليها أن تستعد وتعتصم بكتاب الله عز وجل اعتصاما عمليا. أن نقرأ القرآن هذا أمر جميل، ولكن أن نقف عند حد القراءة الشكلية الظاهرية فقط، أي جمال فيه؟ إنما علينا أن نتدبر. ولذلك ربنا دعانا إلى التدبر والتأسي بكتاب الله عز وجل، وهنا تكون الاستجابة الفورية. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يصرف عن الأمة الإسلامية وعن البشرية كلها ما نزل بها من امتحان واختبار وبلاء يعرف في عصرنا هذا بالكورونا.